واجد النجم الرياضي الساحلي وصل اليوم العشيه لمصر الخوض لقاء ربع نهائي رابطه الابطال الافريقيه ضد الاهلي الليبي نهار الاحد. على كل اخر اخبار الاتوال نسمعها في المراسله هذه مع زميلنا شادي سميده مبعوث كنوز افام الخاص في الاسكندريه. مرحبا بك سلام ومرحبا بكل مستمعي كنوز افام. وفد النجم الساحلي وصل اليوم المدينة الإسكندرية الوصول المطار برج العرب كان مع ماضي ساعتين تقريبا بتوقيت تونس، يعني الرحلة دامت 3 ساعات تقريبا، من ثم الوفد تحول مباشرة النزل الإقامة. رحلة الإطوال اليوم غيب عليها كل من نائب الرئيس جلال كريفة بسبب وفاة شقيقته البارح، وكيف كيف غيب عليها مرافق فريق الأكابر محمد الطيف بسبب عقد القران متاعه اليوم. والحقيقة محمد الطيف كانت حول الصباح المطار المنستير لتسهيل الإجراءات. بالنسبة للحصة التدريبية متاع الإطوال باش تصير بعد ساعة ونص، يعني بين 7:30 و8 بالملعب الرئيسي البرج العرب اللي باش يحتضن المباراة نهار الأحد مباشرة إثر انتهاء آخر حصة تدريبية للترجي الرياضي التونسي. وممكن برشا نتعرفوا على ملامح تشكيلة الإطوال بعد الحصة متاع اليوم. على كل هاو نسمع المساعد المدرب النجم الساحلي رضا الجدي يحكي لنا على آخر التحذيرات وجاهزية الفريق قبل مواجهة أهلي طرابلس الليبي نهار لحد لحساب ذهاب الدور ربع نهائي المسابقة رابطة الأبطال الإفريقية. دخلنا الجزئيات منذ ترشحنا من دور المجموعات، تفكيرنا تحضيرنا وخاصة تجهيز المباراة هذه ما انطلقش الأسبوع هذا، انطلق عنده أكثر تقريب من شهر ونصف وإحنا منكبين على الموضوع هذا. مباريات البطولة كانت فرصة حتى الفريق يعود إلى سلف إشاعة على مستوى بدني فني وتكتيكي. صحيح اللي نعرفه الحدث هام جدا لأنه يعتبر ربع نهائي غبنا عليه مدة 10 سنوات، لكن اليوم رجعنا له باستحقاق. الاستحقاق يرجع أولا وبذات اللاعبين، لكن اليوم هو مجال متاع طبعا تفكير جدي في حدث شوط أول في الإسكندرية أمام منافس أقل ما نقوله عليه. هو عنده 8 لاعبين على الأقل موجودين على مستوى النخبة المنتخب، كنا عيناهم في فترات سابقة مع الإسكندرية وكذلك اتحاد العاصمة على مدة دوري المجموعات، وما ننساوش اللي خرجوا ب11 هدف تسجيل لكن قبل أهداف أخرى. ما ننساوش أنه الفريق الليبي انتصر على غينيا في مباراة في المستير، كنا شفنا وتابعنا إمكانيات فريق هذايا، لكن هذه ما تخلينا نركز أكثر على إمكانياتنا إحنا وعلى لاعبينا، وخاصة لأنه النجم لما يكون مركز على أدائه بقدرة الإله مهما يكون المنافس، وهذا أكدناه في مناسبات سابقة. إذا تعرف أنه 90% من الإفكتيف عاش أحداث إفريقية هامة جدا في السابق، دونك نستمد منها كذلك الخبرة هذه القوة نتاعنا. نلعب في ملعب الإسكندرية بعد مباراة أخرى تصير قبل 24 ساعة، حالة الميدان ننتظره ونعرفه اللي مش تكون 100% طيبة، لأنه مستحيل أنك ترجع الملعب في حالته الطبيعية بعد 24 ساعة من مباراة أولى. لكن في ظل هذا كله الاستعداد في ماشي ومتواصل كما يجب. وأنا الحاجة الهامة بالنسبة لنا هو وعي ودرك كل لاعبين أهمية الحدث دون الإفراط في التركيز، بل بالعكس استعمال هذا التركيز حتى يكون نقطة إشاعة ونقطة إيجابية على مستوى البناء وعلى مستوى خاصة المردود. مردود أولا هدف أساسي، عدم قبول أهداف في مرحلة أولى وإمكانية تسجيل لما لا في الإسكندرية. كله بتوفيق ربي، حاولنا أن نأخذ بها الاعتبار عدة أمور دقيقة، لكن ما زال عندنا مجال من التحضير تاع يومين إن شاء الله ربي يوفقنا فيه.